بفضل الله وعلى بركة الله وتوفيقه انطلق شوطنا الرابع عشر للقعدان الحقايق عام من المسافة 3 كيلومترات. رحب بجميع الضيوف القادمين من كل حدب وصوب هنا في كأس اللجنة الأولمبية السعودية 2024. إذا انطلقت الأسماء، اندفعت الشعارات، الباحثة عن النوماس، الباحثة عن الانتصار. إذا انطلقنا وعلى الله توكلنا، انطلق شوطنا الرابع عشر وهو شوط الختام. إذا أول المراكز، أول التحديات، البداية هنا شعار عبد الله بالراجح السبيعي يتقدم ويقدم لنا سعيدان على الانطلاق الأول على أول المراكز، بينما ثاني المراكز وثاني التحديات هنا في مكان الوصافة. هنا شعار الدهاسية يتقدم عقاب بن محمد بن سليم الدهاسية يقدم لنا كفو على المستوى الثاني، بينما ثالث المراكز وثالث التحديات شعار محمد بن جابر بن محمد الجربوع المرية يقدم لنا الفارق على المستوى الثالث، بينما رابع المراكز ورابع التحديات وصل شعار سعود بن مفلح بن محمد السعيدات العطوية يقدم لنا المتحد أبناء الميدان يتقدمون الآن هنا على المستوى الرابع، بينما خامسا وصل شعار عبد الله بن علي بن حمد الفلوية مع عناد، أيضا وصل عناد على المستوى الخامس على خامس المراكز على خامس التحديات، ولكن وصل أيضا شعار بن جروح بن جروح واصل مع غازية فهد بن عبد الله بن جروح الشمري باحث عن الهاتريك في هذا المساء، ولكن العودة العودة إلى الانطلاق الأول إلى البداية إلى القيادة وإلى الريادة، نعم إلى أول المراكز إلى أول التحديات. هنا شعار عبد الله بالراجح السبيعي يقدم لنا سعيدان، ولكن غيروا أبناء الميدان مع المتحد. يلا يا سعود يلا، الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير. ركز يا أخوي روح، ركز يا أخوي روح، إنه ما سيطالب. ولكن 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 هنا شعار الجربوعي يتقدم الآن ويقدم لنا الفارق، وأيضا وأيضا شعار هنا شعار الدهاسي مع كفو، وأيضا بن جروح بن جروح يقدم لنا غازية يقدم لنا غازية فهد بن عبد الله بن جروح الشمرية الشمرية يقدم لنا غازية، ولكن الأسماء وصلت الشعارات أحضرت. ياهي أسماء ياهي شعارات، وصل مدلل وصل مدلل فارس بن زيد بن مرزوق الشمري يقدم لنا مدلل مدلل وغازية غازي ومدلل مدلل وغازية. آخر الأمتار آخر الأمتار، انطلقوا ابن حايل انطلقوا ابن حايل نحو النوماس نحو الانتصار. مدلل 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 مدلل. مشكور يا مالك مدلل، مشكور يا فارس، مشكور يا فارس، يا بن زيد يا الشمري انت الفارس انت الفارس انت البطل انت النجم. نعم مالك مدلل انطلق وراح بالنوماس بالانتصار، مدلل بطل لا يقهر، مدلل بطل لهذا الشوط. مشكور يا فارس يا بن زيد يا بن مرزوق يا الشمري، من قدم لنا هذا البطل، من قدم لنا هذا النجم. بينما ثاني المراكز إذن ثاني المراكز وصل شعار فهد
بن عبد الله بن جروح الشمري مع غازي على المستوى الثاني، بينما ثالث المراكز إذا انتهى النماس. وألف مبروك لمالك هذا البطل، لمالك هذا النجم، نعم مدلل بشعار فارس بن زيد بن مرزوق الشمري. من قدم لنا هذا البطل؟ من قدم لنا هذا النجم؟ نعم مدلل، ولحظة وصول مدلل، 4 دقائق و41 ثانية وستة أجزاء من الثانية، بينما احتل المركز الثاني غازي بشعار فهد بن عبد الله بن جروح الشمري. لحظة وصول الغازي 4 دقائق 44 ثانية و40 جزءا من الثانية، بينما احتل المركز الثالث هنا سعود بشعار عبد الله بن نايف بن عبد الله الشمري. لحظة وصول سعود 4 دقائق 44 ثانية و51 جزءا من الثانية، بينما احتل المركز الرابع هنا كفو بشعار إعقاب بن محمد الدهاسي. من قدم لنا كفو على المستوى الرابع، بينما خامس المراكز شعار عبد الله بن علي بن راشد الجابر المري. من قدم لنا شعار على المستوى الخامس؟ إذا تيو النوماس، وألف مبروك لجميع الأخوة الفائزين في هذا المساء. نرجو من الأخوة الفائزين بالأشواط الرموز التتوج إلى المنصة الرئيسية. إذا تيو النوماس، وألف مبروك لجميع الإخوة الفائزين في هذه الفترة المسائية. إذا تيو النوماس، وألف مبروك لجميع الإخوة الفائزين.